السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معكم أحمد العربي من ميدانة ميكروتيك إفريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتيك إفريقيا. بنرجو من الأعضاء عمل انضمام إلى الجروب وعمل مشاركة للميدانة لكي يشاهد الأعضاء الجدد. الميدانة خاصة بشروحات الميكروتيك وأجهزة الوايرلس والأنظمة الأمنية، كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والبوابات الإلكترونية. طبعا شرحنا النهارده هيبقى الشرح شامل للأكسس 741 أو 740. ازاي هنعرف ننزل له؟ طبعا شرحت قبل كده الاكسس ازاي نعرف ننزل له السوفت اللي هو 743 عشان يشتغل كلاينت. وطبعا احنا عارفين 741 مفيش فيه ان انت تقدر تستقبل الا من خلال ان انت هتشتغل عليه روبوتر. طيب اللي هنعرف ازاي ان احنا هنشتغل على الاكسس دوت، نعرف ننزل له السوفت وير، نقدر ان احنا ننزله 743 ونقدر نحوله تاني ل 741 علشان نقدر ان احنا نشرح شرح من البدايه للنهايه علشان الناس تستوعب كل حاجه. طيب لو دخلنا على الصفحه الرئيسيه للاكسس، طبعا هتلاقي الفريجن بتاعه 5. طبعا الفريجن اللي هو الاصدار بتاعه، طبعا الفريجن كله الاربعه ما عادش موجود في السوق، كل اللي نازل جديد دلوقتي الفريجن 5 وبيجهزوا في الفريجن 6. طبعا علشان الفريجن 5 والفريجن 6 والاصدارات دي كلها ما فيش فيها ان انت تقدر او نزل لها سوفتات جديده ان انت تقدر تحولها للاكسس 743 او 841. طيب احنا هنبدا نعمل حاجه اسمها وسيط، ازاي ان انا اخلي الاكسس دوت بدل فريجن 5 هنزل له الفريجن 4 عشان ارجعه تاني للفريجن 4 الاصدار اللي قبله، واقدر انزل له اي سوفت انا عاوزه واقدر ارجع واقدر اشتغل عليه زي ما انا عاوز اي حاجه. طيب هنخش على سيستم تولز ونخش على فيرم وير ابجريد، ماشي، ونبدا نخش نضغط على شوز فايل ونبدا نخش نجيب السوفت وير. طيب هنشوف السوفت وير فين بالظبط. اهو السوفت وير يا جماعه زي ما انتم شايفين، وعندك ثلاث ملفات. هم ثلاث ملفات دول هنختار اول ملف منهم زي ما احنا قلنا البوت اللي هو هيرجع الفريجن 5 الى 4 عشان نقدر نحول ونقدر نشتغل على السوفتات اللي هي موجوده عندنا في السوق. طيب هنبدا نضغط على البوت ونبدا نضغط على ابجريد، ماشي، هننتظر شويه ما يحول لي. طبعا احنا كنا شايفينه في البدايه الفريجن 5 هيبدا يرجع للفريجن 4. هنتظر معايا زي ما احنا شايفين كده، تمام، مش هنفصل الفيديو علشان الناس تتابع كل حاجه ويبقى الشرح مظبوط مفيش فيه اي حاجه. هنتظر اتاكد من الكهرباء بتاعتي يا جماعه، ما تفصلش، مفيش اي مشاكل، مفيش هزه، مفيش بتاع عشان ما يضربش فلاشه معاك. كل دوت علشان اشغله 743 ويشتغل بخاصيه الكلاين. طيب هنشوف مع بعض كل حاجه. وطبعا الاكسس معانا دلوقتي بيبدا ان اللمبات كلها بتاعته بتقوم طافيه وسارجه في نفس الوقت. طبعا زي ما قلت يا جماعه الكهرباء الكمبيوتر النسخه بتاعتك تكون كويسه المتصفح يكون كويس ما يهنكش ولا يفصل عشان ما يحصلش اي مشكله عندك او يبدا ان الاكسس يسقط فلاشه معاك زي ما بتحصل كتير. احنا كده دلوقتي هيبدا يشتغل معايا وهيرجع من الفريجن 5 للفريجن 4. هنشوف مع بعض في صفحه المقدمه للاكسس هو رجع الفريجن ولا لا. هيبقى طبعا بنفس الاي بي اللي هو 01 اهو. هنقول ادمن، ماشي، بدا يخش معايا اهوت. نخش على الصفحه، ماشي، رجع معايا يا جماعه زي ما انتم شايفين كام فريجن 4، الفريجن 4. طيب بعد كده يا عم احمد بعد كده اخش طبعا زي ما احنا شايفين اهوت 741 ان دي 741 ان دي. طيب احنا عاوزين نحوله زي ما قلت مفيش اي اعدادات خالص ان هو يبدا يستقبل كلاين، مفيش اي اعدادات من دي خالص. طيب هنبدا ان احنا عاوزين نشغله كلاينت في او نحوله الاكسس 743. هنبدا نخش على سيستم تولز تاني ونخش على فيرم وير ابجريد، ماشي، ونخش على شوز فايل اهي ونبدا نشوف 343 اهو السوفت بتاع 300 743.
743. هبدأ اضغط اهو واقول له ابجريد. ماشي، انتظر اما اشوف السوفت من فوق زي ما انتوا شايفين اهوت 741. هنتظر زي ما انتوا شايفين كل حاجة قدامكم وما بتنزل. ماشي، هيبدأ ان هو يتحول لسوفت 743 وهيكون موجود فيه خاصية الكلاينت اللي هي الاستقبال وتنزل سلك. تمام، هنشوف بعد ما نخلص الاكسس معانا يبقى شرح شامل الاكسس 741. ان احنا شرحته قبل كده اللي هو يشتغل دبليو ار تي، وشرحته ك 741 كتحويل 743، وهشرحه كشرح شامل ان انا ازاي اشغله 743، ولو مش عاجبني الاصدار بتاعه ارجعه تاني عشان الناس تكون واصله لها كل حاجه، وارفع لك السوفتات واكتب لك عليها كده بالعربي عشان كل الناس تفهم. طيب ماشي، كده هيشتغل معايا 743. هيبدا يغير معايا زي ما احنا شايفين فوق 741 ان دي، ويبدا يغير معايا 743 وجود خاصيه الكلاينت. هنتظر ثواني الاكسس يفتح معايا، وزي ما قلت في اي سوفت يا جماعه ما استعجلش، ما قفلش المتصفح، ما استرعش عشان ما يضربش فلاشه وترجع تلف ان انت تفك الفلاشه وتجيب لها شوف لها دمب لها وشغلانه ان انت تروح تقعد تشحنها وبتاع. فاحنا ما احناش عاوزين عشان ننزل سوفت نبوظ الدنيا ونبوظ الاكسس. طبعا زي ما قلت الاكسس لو اتفك او الفلاشه بتاعته اتفكت او الاكسس ذات نفسه اتفك يبقى طالع من بره الضمان، فاحنا مش عاوزين نوصل لحاجه زي كده، عايزين نشتغل بعقل وبالراحه. تمام كده يا جماعه، اهوت الاكسس هيقلب معايا بقى من فوق زي ما انتم شايفين اهوت 741، هيبدا يقلب ان هو هيكون 743 زي ما احنا شايفين اهوت مكتوب دبليو ار 743 ان دي. تمام، وعندك الفريجن ماشي اهو غير بقى 2 ماشي، و هيرجع اهو الكلاينت هتكون ظاهره معانا اخر واحده اهي، كلاينت موجود خاصيه الكلاينت فيه ماشي، وجميع كل حاجه زي ما انت عاوز ماشي، وشغال 100 فل و14 وموجود فيه البورد باند وكل حاجه برضه ماشي. طيب انا حولته 743، انا يا عم احمد عاوز ارجعه ل 741 تاني، عاوز ارجعه ل 741، هيبقى نفس القصه سيستم تولز ماشي، وهاجي فيرموير ابجريد اهي ماشي، واخش شوز فايل وهاجي اقول له 743، لا اهو 743 رجعه لي ل 741 في ريجن 4 اهو. تقول لك هو الدبليو ار 743 في ريجن 2 حول الى WR 741 في ريجن 4، هقوم ضاغط له على ديت وهقوم قايل له زي ما احنا شايفين اهوت متاكدين فوق 743 واضغط ابجريد اهو ماشي، وابدا انتظر تاني. يبقى كده غير لي او رجع لي الاكسس ل 741 رجوع الاكسس تاني. طيب قلت بفضل انني اشرح الشرح او خاص بالاكسس 741، هشرحه لك زي ما احنا شفناه كده شرح شامل ازاي احول 743، ازاي احوله ارجعه تاني ل 741، وازاي ابوته او ارجعه من الفريجن 5 ل 4، وازاي اشتغل عليه جميع الاعدادات، وقلت طبعا شرحه قبل كده تحويله ك دبليو ار تي، وطبعا هرفع لكم الملفات ديت وهكتب لكم عليها بالعربي مع بعض علشان الناس تبقى فاهمه هي هتحط الملف فين هون علشان ما فيش حد يتلخبط. وطبعا احنا بننتظر اهوت WR 743 ان دي هيرجع تاني للاكسس او السوفت الاصلي اللي هو 741. ننتظر مع بعض يا جماعه وهنشوف رجوع السوفت او رجوع الاكسس ل 741 اللي هو سوفت المصنع. هننتظر مع بعض يبقى شرح شامل للاكسس 741، هو طبعا اللي منتشر في السوق دلوقتي، و 740 هجيب لكم الاكسس بردك 740 هو جنبي هنا اهوت، هشرح لكم ازاي انزل السوفت وازاي اشغله كلاينت واشتغل بيه عادي مفيش اي مشاكل، و اي شروحات اي حد عاوز شروحات
في الوقت الفاضي ان شاء الله هبدأ ان انا اشرح اللي هو عاوزه، او هنبدأ نشرح شوية شروحات في الوايرلس والميكروتيك وكاميرات المراقبة، ازاي اركب الشغل، الدفارات، اربط، اشوف الكادر بتاعي، اعمل كل حاجات ان شاء الله. انتظر معايا طبعا زي ما احنا شايفين، ونتأكدين من فوق هيرجع 741 زي ما احنا شايفين، هو ترجع لصفت المصنع. لو دخلنا تاني طبعا ما عادش هنلاقي الكلاينت موجودة اهو كده، رجع للاصلي وهيبقى هيرجع للفريجن 4. طبعا هرجعه تاني اهوت، لو عايز ارجعه تاني لصفت 743 اهو، وابدأ انتظر بكده. يعني بلعب لك في الاكسس، بنزل وارجعه 100 100، مفيش اي مشاكل عندي طول ما الكهرباء شغالة كويس، وطول ما السوفتهات بتاعتي مظبوطة وجاية من مصدر موثوق فيه. بأكد تاني على ان مفيش اي حد يخش على النت ويجيب اي سوفت وينزل اي اكسس، يقول لك الدبليو ار تي مش عارف ايه، اتأكد من الاكسس او اتأكد من المصدر او اتأكد من الشرح بنفس السوفت بنفس الاصدار بنفس الفريجن، علشان ما تضربش فلاش او تضرب بروسيسور للاكسس وترجع تخش في متاهات ان انت تشتري واحد جديد على حسابك للعميل. فعاوزين نتأكد من الحتة دي يا جماعة، نتأكد من السكريبتات، نتأكد من الباكج اللي هو نازل للميكرو تيك بالذات في الراوتر بورد. الراوتر بورد بالذات خفيف، عاوز تعامل بدقة مش زي الكيسة، يعني باخد اي سوفت غلط بقوم ضرب سوفت على طول. السوفت احنا شارحينه بينزل ازاي، بس احنا مش عاوزين ان نعطل او نحصل في مشكلة عندك في الشبكة. هرجع زي ما احنا شايفين الاكسس 741 اهوت، هرجعه تاني 743 واشتغل عليه واخش استقبل من عليه اي شبكه انا عاوزها، مفيش اي مشاكل عندنا اهوت. انا انتظر معايا ثواني، هو بيقول لك تم التحديث بنجاح اهوت، اصبر شويه بس، واخر تحديث اهوت ليه، وبعد كده الراوتر يعمل او الاكسس هيعمل ريستارت وهيشتغل تاني. بنرجو من الاعضاء ينضم لمدينه ميكروتيك افريقيا وعمل مشاركة المدونة كي شهادة الأعضاء الجدد، طبعا فيها شروحات قيمة، هوت سبوت، أي حد عاوز أي شرح يعمله خاص بيه بأرقام تليفوناته مفيش أي مشكلة عندنا. قسم خاص بالمبيعات، مبيعات الأجهزة كأجهزة وايرلس أو مايكروتيك أو أي صناعات موجودة، يعني كأنتنات بانل أو كده. طبعا وموجود قسم خاص بالتركيب، تركيب شبكات وربط مسافات وتركيب كاميرات مراقبة وجميع الاجهزه الامنيه. هنتظر معايا طبعا اهوت، رجع معايا كام سوفت 743، اخش زي ما احنا شايفين اهو، واقوم عامل له ايه اهوت كلاينت اهو، استقبل اي حاجه، اخش ابحث واشيل التشفير الطلب عندي مايكروتيك، اخش ابحث عن سيرفي اهوت الشبكه او اسم الشبكه بتاعتي والماك ادريس الخاص بها. هنتظر شويه اهوت، جاب لي اسم الشبكه بتاعتي اهوت قدامي اهو 83 وعندك 14 احمد العربي اهو، وهبدا اعمل نيكست اهو، واقفل اتاكد من الدي اتش سي بي سيرفر ماشي مقفوله معموله عليها تسيبل عشان ما يرمليش اي بهات عندك في الشبكه، واعمل له نيكست تاني واقول له ريبوت اهو، هيبدا يحفظ معايا الاعدادات. طبعا هنخش عاوزين نكتب عليهم طبعا عاوزين نخش نكتب عليهم اهوت، وبننزل هنا هنخش نكتب عليهم عشان الناس تبقى فاهمه انهم قايلين ايه، انهم قايلين ملف اهو كاتبين كده بالعربي على الملف. ملف التحويل من فيرجن 5 الى فيرجن 4 اهو، كلام جميل انا مسحبله كده دوت ايه
ملف التحويل إلى سوفت 743. اهو عشان الناس تبقى فاهمة كده كل حاجة. اهو بص يا سيدي، ملف التحويل من 743 إلى الصفت الأصلي 741. كده الكلام بالبلد والناس كلها هتفهم الدنيا ماشية ازاي، عشان محدش يلخبط حد. ملف التحويل من 300، ملف التحويل من فريشن 5، كده كله تمام ماشي. هنرفع الشغل على موقع، ومش عارف، يا ريت حد ينصحنا بموقع رفع كويس عشان ما فيش حاجة ايه تتمسح كل شوية. وهو الدنيا مية مية، نبدأ نرفع لكم الشغل يا جماعة المدونة بكل حاجة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.